السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. موضوعنا اليوم قواعد اللغة العربية للصف الخامس ابتدائي. موضوعنا اليوم إن وكأن. أخذنا في الدرس السابق موضوع كان وخواتها. كان وخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، يعني تدخل على الجملة الإسمية اللي متكونة من مبتدأ والخبر. ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، وشرحناها وحلينا التمارين. اليوم موضوعنا إن وكأن. إن وكأن حرفان، إن وكأن حرفان. كان وخواتها عندنا هناك كانت أفعال. إن وكأن حرفان تدخل على المبتدأ والخبر. هنا راح تعمل عكس عمل كان وأخواتها، تنصب هنا عندنا تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. يعني هنا إنه كأن تعمل عكس عمل كان وخواتها. كان وخواتها من تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إنه كأن لا، راح تكون عملها بالعكس، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذه القاعدة تنكتب بالدفتر وتنحفظ. هنا نقول إن وكأن هي حرفان، يعني إن حرف وكأن حرف، حرفان يدخلان على الجملة الإسمية. ما هي الجملة الإسمية؟ اللي متكونة من مبتدأ وخبر، والتي تبدأ باسم. ينصب كل منهما المبتدأ اسما له ويرفع الخبر خبرا له. مثال هنا عندنا إن الصداقة عنوان. الصداقة عنوان، هنا عندنا هي جملة اسمية أصلها، الصداقة عنوان، تدخل عليها هنا إن وكأن. راح تنصب المبتدأ مثل ما تلاحظون هنا، المبتدأ منصوب علامة نصبه الفتحة، وترفع الخبر. هنا عندنا الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عندنا هنا المثال الثاني، كأن الصداقة حبل. كأن دخلت على الجملة الاسمية، نصبت هنا المبتدأ صار منصوب بالفتحة وترفع الخبر. هنا عندنا الخبر مرفوع بالضمة. هنا عندنا موضحت لكم الجملة الاسمية تتكون من المبتدأ والخبر، ونعرف القاعدة الأساسية أن المبتدأ مرفوع بالضمة والخبر مرفوع بالضمة، وهذا أخذناه في درس المبتدأ والخبر وشرحناه بالتفصيل. عندنا هنا مثال، العلم نور. العلم نور، هنا عندنا جملة اسمية متكونة من المبتدأ والخبر، مبتدأ مرفوع بالضمة والخبر مرفوع بالضمة، هذه الجملة الاسمية. إذا دخلت إن وكأن على الجملة الاسمية، تنصب المبتدأ نصبه بالفتحة وترفع الخبر بالضمة. هنا شو يصير؟ كأن العلم نور. العلم هنا نصبت المبتدأ بعد ما كان هنا مرفوع. هنا عندنا المبتدأ كان مرفوع، من دخلت عليه كأنه صار هنا منصوب بالفتحة. العلم نور، صارت كأنه العلم نور. هنا عندنا الخبر ظل مرفوع بالضمة، بس هنا عندنا المبتدأ اللي بالجملة الإسمية مرفوع، من تدخل عليه إنه كأنه يصير منصوب بالفتحة. إنه هو حرف يفيد التوكيد. إنه حرف يفيد التوكيد. كأن حرف يفيد التشبيه. حرف يفيد التشبيه. هنا عندنا مثال، كأن النجوم مصابيح. كأن النجوم مصابيح، يعني هنا يشبه النجوم بالمصابيح. كأن تفيد التشبيه، لأن راح يشبه النجوم بالمصابيح. كأن حرف يفيد التشبيه. هنا عندنا إن حرف يفيد التوكيد، وكأن حرف يفيد التشبيه، هذا نحفظهم. هنا عندنا كأن حرف يفيد التشبيه. النجوم اسم كأنه، اسم كأنه منصوب. هنا مثل ما تلاحظون انه النجوم منصوب بالفتحة، اسم كأنه منصوب. مصابيح خبر كأنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هسه صار واضح انه انه كأنه هي حرفان، انه يفيد التوكيد وكأنه يفيد التشبيه. تدخل على الجملة الاسمية ماذا تعمل؟ هنا تنصب المبتدأ اسما له، اسما له، ويرفع الخبر خبرا له. يعني هنا إن الصداقة عنوان، هنا إن حرف يفيد التوكيد،
والصداقة، اسم إنه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نان الفتحة، وعنوانه خبر إنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هسه صار واضح؟ نانا عندنا التمرين المحلول صفحة 42، استخرج إنه وكأنه من الجمل التالية وبين معنى كل منهما، ثم عين اسمها وخبرها واذكر علامة إعراب كل منهما. أولا، إن الله عليم خبير. هنا عندنا مسوينا هذا الجدول، إنه وكأنه ومعناها، معنى إنه وكأنه، اسمها وعلامة نصب اسمها لأن قلنا الاسم منصوب، وخبرها وعلامة رفع خبرها لأن هنا عندنا الخبر مرفوع. هنا عندنا أول وحدة، إن الله عليم خبير، إن كان إن وكأنه، هنا عندنا الحرف معناها إن تفيد التوكيد، إن تفيد التوكيد هذا هو معناها. اسمها الله، الله اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأن اسم إن هو يكون منصوب. خبرها هنا عندنا عليم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأن الخبر قلنا مرفوع. النقطة الثانية، كأن العلم حارس الإنسان. هنا عندنا إنه كأنه، هنا عندنا الحرف كأنه، كأنه معناها، معنى كأنه تفيد التشبيه، تفيد التشبيه. اسم كأنه العلم، العلم اسم كأنه منصوب بالفتحة. خبر كأنه هو حارس، حارس خبر كأنه مرفوع بالضمة. النقطة الثالثة، إن النظافة واجب وواجبة، إن النظافة واجبة. هنا عندنا الحرف إن يفيد التوكيد، معناها يفيد التوكيد. اسمها النظافة، النظافة منصوبة بالفتحة وواجبة، خبرها مرفوع هنا عندنا بالضمة، واجبة هنا عندنا تنوين ضم مرفوع بالضمة. النقطة الرابعة، كأن الممرضة ملاك. هنا عندنا الحرف كأن يفيد التشبيه، اسمها الممرضة، الممرضة هنا عندنا منصوبة بالفتحة، وهنا عندنا ملاك، ملاك هو خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هسه صار واضح انه اسم انه كأن منصوب وخبر انه كأن مرفوع. نحل التمارين صفحة 43، التمرين الاول، عين الاسم والخبر لأنه كأنه في كل جملة مما يلي واذكر علامة إعراب كل منهما. عندنا هنا أولا، إن القصة مسلية. هنا نسوي جدول، هنا عندنا إنه كأنه واسمها وعلامة نصب اسمها وخبر إنه كأنه وعلامة رفع خبرها. عندنا هنا أولا، إن القصة مسلية، هنا إنه كأن الحرف إنه، اسمها القصة وعلامة نصب اسمها الفتحة، ومسلية هنا خبرها وعلامة رفع الخبر الضمة. النقطة الثانية، كأن المعلمة أب. كأن هنا عندنا الحرف يفيد التشبيه، المعلمة هنا عندنا هو الاسم، اسم كأن منصوب بالفتحة، وأب خبر كأنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هنا عندنا تنوين ضم. إن القرآن كلام الله. إن هو الحرف إن، اسم إن هو القرآن، القرآن هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعندنا هنا كلام هو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كأن الصديقة أخ. كأن الصديقة هو اسم كأن منصوب علامة نصبه الفتحة، وأخ هو خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إن الحق منتصر. هنا عندنا إن الحق اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، ومنتصر هو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعاً وهذه الحركات مهمة ومطلوبة. التمرين الثاني،
ضع عنا وكأنه في الفراغ المناسب واضبط اسمها وخبرها بالشكل. عندنا النقطة الأولى فراغ، اتقان العمل واجب. هنا عندنا بالتمرين الثاني راح ندخل إنه وكأنه في الفراغ، اتقان العمل واجب، اصير إنه اتقان العمل واجب. زئير الأسد رعد، كأن زئير الأسد رعد. عبادة الله واجبة، إن عبادة الله واجبة. المعلمة أم، هنا كأن المعلمة أم. خالدا أسدا في الشجاعة، كأن خالدا أسد في الشجاعة. هنا أنا اسم إنه كأن الاسم هنا منصوب والخبر يكون مرفوع. التمرين الثالث، ادخل إنه وكأنه على الجمل التالية واضبط أواخر الكلمات بالشكل. هنا عندنا هذا حل التمرين الثالث. الزهرة متفتحة، من ندخل عليها إنه وكأنه صير إنه الزهرة متفتحة. النقطة الثانية، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، كأنه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. النقطة الثالثة، الكتاب المفيد معلم، كأن الكتاب المفيد معلم. النقطة الرابعة، التضحية في سبيل الوطن واجبة، صير إن التضحية هنا اسم إن في سبيل الوطن واجبة. هنا عندنا واجبة هي خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن هنا عندنا في سبيل الوطن جار ومجرور. النقطة الخامسة، النجوم لامعة في السماء، صير إن النجوم لامعة في السماء. هنا من ندخل إن وكأن على هذه الجمل، تنصب الاسم بالفتحة وترفع الخبر بالضمة. هنا الحركات ما ننساها، راح نضبطها إنه الاسم منصوب والخبر مرفوع. التمرين الرابع، احذف إن وكأن من الجمل التالية واضبط المبتدأ والخبر بالشكل. هنا بالعكس راح نحذف إنه وكأن من هذه الجملة. إذا نحذف إنه وكأن من هذه الجمل، راح ترجع جملة اسمية متكونة من المبتدأ والخبر، والجملة الاسمية اللي تتكون من المبتدأ والخبر اثنيناتهم مرفوعان، يعني المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع بالضمة. فهنا كأن العلم نور، هنا من نحذف كأن راح ترجع هنا الجملة الاسمية العلم نور. العلم نور مبتدأ وخبر، المبتدأ مرفوع بالضمة وخبر مرفوع بالضمة. بعد ما دخلت عليه كأنه صار هنا المبتدأ العلم منصوب بالفتحة، مثل ما تلاحظون هنا الفتحة منصوب بالفتحة، لكن من نحذف كأنه راح يرجع هنا مرفوع المبتدأ وصير العلم نور. النقطة الثانية، كأنه الشجاعة أسد، نحذف كأنه هنا يصير الشجاع أسد مبتدأ وخبر مرفوعان. النقطة الثانية، إن المطالعة الخارجية مفيدة، إن المطالعة الخارجية مفيدة. هنا نحذف إن يصير المطالعة الخارجية مفيدة. إن الرياضة منشطة للجسم، نحذف إن تصير الرياضة منشطة للجسم. عندنا مبتدأ وخبر مرفوعان. التمرين الخامس، عندنا هنا أليف وباء. أليف، أكد الجمل التالية بإن وأضبطها بالشكل. المعلم محترم، هنا شو تصير إن المعلمة محترم. هنا إن من تدخل على الجملة تنصب الاسم وترفع الخبر. الفرج قريب، إن الفرج قريب. العلم نور، إن العلم نور. النقطة باء، شبه بكأنه وأضبط الجمل التالية بالشكل. القط بالنمر، كأن القطة نمر، كأن القطة نمر. الحبل بالحية، كأن الحبل حية. هنا عندنا كأن تفيد التشبيه، يعني هنا يشبه القط بالنمر ويشبه الحبل بالحية ويشبه الأم بالمدرسة. الأم هنا نشبه الأم بالمدرسة، كأن الأم مدرسة. طبعا نضبط الاسم يكون منصوب والخبر يكون مرفوع. التمرين السادس، ادخل كان أو إحدى أخواتها مرة ثم إنه وكأن مرة ثانية على الجمل التالية وأضبط أواخر الكلمات بالشكل.
هنا هذه الجمل راح ندخل عليها مرة كان وأخواتها ومرة إنه وكأنه. راح نسوي مراجعة هنا الكان وأخواتها. كان وأخواتها هي أفعال، كان وأخوات كان اللي هي أصبح وأمسى وليس وصار، هذه أخوات كان ندخلها على هنا على الجملة. كان وأخواتها ايش راح تسوي؟ راح ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إنه وكأنه من ندخل على الجملة بالعكس، راح تنصب المبتدأ وترفع الخبر. يعني هنا عندنا النقطة الأولى، العراقي مدافع عن الحق، ندخل كان وأخواتها، أصبح هي من أخوات كان، أصبح العراقي مدافعا عن الحق، لأن هنا كان من تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هنا مثل ما تلاحظون إنه المبتدأ مرفوع بالضمة والخبر منصوب بالفتحة. هنا من الدخل إنه كأنه تصير إنه العراقية هنا منصوبة، الاسم هنا صار منصوب، وهنا مدافع هو مرفوع بالضمة، إنه العراقية مدافع عن الحق. النقطة الثانية، الطرق معبدة، تصير أصبحت الطرق معبدة. هنا أصبحت هي من أخوات كان، تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إنه وكأنه من تدخل على الجملة إن الطرق معبدة، هنا بالعكس راح تنصب المبتدأ وترفع الخبر. الشعب متعلم، تصير صار الشعب متعلما، إن الشعب متعلم. النقطة الرابعة، الحق واضح، أصبح الحق واضحا، هنا رفعت المبتدأ ونصبت الخبر، إن الحق واضح، إن هنا نصبت المبتدأ ورفعت الخبر. هذه الحركات مهم. هنا عندنا التمرين السادس، هو تمرين مهم لأن هنا راح يلخص موضوعين، موضوع كان وأخواتها وموضوع إنه وكأنه. راح يلخص هذين الموضوعين بهذا التمرين، إنه كان وأخواتها يرفع المبتدأ وينصب الخبر، إنه وكأنه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. هنا عندنا مثال في الإعراب، إن النصر قريب، إن حرف يفيد التوكيد، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. النصر اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، قريب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هسا نجي نحل التمرين السابع، أعرب ما يأتي، إن الإدخار نافع. هنا نقول الكلمة إعرابها، إن حرف يفيد التوكيد، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الإدخار اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نافع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. النقطة الثانية، كأن المعلمة أب، كأن حرف يفيد التشبيه، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. المعلمة اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أب خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طبعا وهي هذه الحركات موجودة واضحة. إن الجهل ظلام، إن حرف يفيد التوكيد، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الجهل اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ظلام خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا إنه كأنه قلت حرف يفيد التوكيد، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. أكو بعض المعلمين يطلبونه يعني إعراب كامل، إنه ينصب المبتدأ اسم له ويرفع الخبر خبر له. بس هنا إحنا راح نمشي حسب التمرين المحلول، هنا يقول ينصب المبتدأ ويرفع الخبر فقط. هذا انتهى درسنا لهذا اليوم، مع السلامة.